هي مدري شو عم بتصرخ، يمكن عم تطلع. شبك خيرية؟ مرت عمي منقوصة. خيرية عمو شبك؟ ما فيها شي يا مو، عم تطلع. يعني بدها تلات؟ لا دبري، بدها تكسر السفرة. لك أكيد بدها تلات، لك شو؟ إن شاء الله إلهي يا ربي أو ما بالسلامة وتجيب أحلى صبية. إن شاء الله يا رب. روحي أمي، روحي جهزينا مية السفرة. حاضر حاضر يا عمو. فرجيك يا عمو فرجيك. أنتِ شو وقفك هون؟ روحي على أوضتك، روحي ما بيصير تشوفيها وهي عم تلات، روحي. إن شاء الله بتصلي سلفتي. إن شاء الله روحي. رح خبر أنا أم سعدو. إيه؟ يلا يلا. شبعت نوم تقبرني؟ شو رأيك؟ يلي بفيق هلا بيشبع نوم، بعدين شو صرت باب بيتنا؟ الصعادة تبعه ما هدي الطلق. ما في شي يا أبي، بس بيت أبو جبري بعتوا خبر إنه كنتن عم تولد. إن شاء الله بتقوم بالسلامة. آمين يا رب. ما خلصتي طبعا؟ يلا ها تكة وبخلص. تكة الله يتكتك عينك من وشك، وروحي روحي جيبي لي البندورة. روحي روحي. تعي تعي نقبري، خذي يا دوم. عمرك يا أبي؟ تعي تعي الله يعدمني ياكي، ان شاء الله بتموتي لاخلص منك. قال شبعت نوم؟ لك اللي بيشتغل بالليل بيشبع نوم. من وقت ما اشتغلت بالليل وانا مالي شبعان نوم، لانه شغل الليل بيضني. كانوا يفهموا هالبجا. من كم يوم كشفنا عليك شبكي منيحة. مرحبا مساعدة. أهلين فوزية، شلونك؟ منيحة. خيرية عم تقولها؟ مرحبا. يا رب إن شاء الله. يلا مع السلامة. والله تأخرت مساعدة. يا رب يا رب تلطف. يا رب يا رب صبي يا رب. لك شبك لك ابني مشلول شبك. شو هي أول مرة بتولد مرتك؟ لك لا يا ماما، أول مرة بس مساعدة تأخرت كتير. يا أمي بتكون راحت أكيد لعم بيت مرت عمك مشان تجيبها معك. هي مزبوط، هي قالت لي بدها تروح تجيب مرت عمي، بس والله العظيم بتأخروا. والله كلامك مزبوط، بس الشغلة مو بإيد أم سعد ولا بإيد مرت عمك، الشغلة بإيد رب العالمين. لك أمي دعي لها، دعي لها الله يقومها بالسلامة. والنعمة بالله يا يامو، بس والله أمي بس يأذن رب العالمين بتولد بإذن الله. بس قول يا رب يكون صبي، يا رب صبي يا رب. أكيد صبي يامو، أكيد أكيد إن شاء الله. إن شاء الله يكون كلامك مزبوط. قال بيقول المثل لك ابني، يا حواجبه يا عيونه. قال له على المختسل ببين. يا مو كريمة جهزتي المي السخنة؟ ايه يا مو جاهزي. انا رح اطلع هدي الخانم، حاكم صريخة وصل للثاني حارة. يا لطيف شو هالنسوان هاي المزعبرة، كأنه اول مرة بتولد. يا بي طولي امي لتولد من شان شوف اخي. لا يا بي لا، بإذن الله ما أنا مطولة. كريمة الله يرضى عليك، خديها لعندك على الغرفة. إن شاء الله يا رب تقوم بالسلامة وبتجيب لك صبي مثل القمر. الله يسمع منك يا كريمة، الله يسمع منك يا رب. والله يا كريمة إذا بيجي صبي إلك عندي حلوان مرتب. ما بدي غير سلامتك أخي. يا رب إن شاء الله يا رب تقوم بالسلامة وتجيب لك صبي خلقة تامة ومثل القمر. يلا عمتي تعي معي تعي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. أماني سلميلي على خيرية وقلي لها خليها تدعيلي، بلكي هيك دعواتها مستجابة. اسمنا ولادة. تكرم عينك يا فوزية. أماني يا أم سعد ذكريني. لا تخافي فوزية، خلي أملك بالله كبير وبإذن الله الله بيرزقك أحلى ولد.
روحي الله يسمع منك يا أم سعده، وإن شاء الله خيرية بتقوم بالسلامة وبتجيب صبي بجاه النبي محمد. من تمك لباب السما يا حق. آمين. يلا يلا أم عزام. الله معكم، مع السلامة. أمانة لا تنسوني. بإذن الله ما بننساكي. يا رب يا كريم، طيب خاطري وخاطر جوزي عزام وكربنا بولد بنت، مو مشكلة، المهم إحبال. يا رب بجاه كل مين إلو جاه عندك لا تحرمنا يا رب. تصرف على الحكم الدارية لعن جناب الباشر، بده الله يقف عنده للوقت. أمرك سيدي. اسمع بسعود. نعم سيدي. شقشق لي على الحارة بجيب لي كل شيء أخبار فيه. أمرك سيدي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، والله تأخرت أم سعد ومرت عمي. يا تفضل. لك وينك مرت عمي؟ تأخرتوا؟ تأخرنا عليك يا سريعة والله. وينك يا أم سعد؟ وينك يا أم سعد؟ يلا طلعي لك فوق، طلعي على سريع كريمة. يا رب يا رب تعمي صبي يا رب. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رب يا رب. أهلين أخي. أهلين أختي. شو وين أمي؟ راحت لبيت أبو عزام، كنا نادونا من شوي. ماشي. شو بك أخي؟ خير؟ ليش مهموم؟ ما في شي اختي، ما في شي. خدي هدول الاغراض اللي جبته من عند عربي بيك من البوايكية تبعه. حاضر اخي. وينه ابوكي؟ راح مشواره هلا راجع. لوين راح؟ ما قال، بس بده يرجع منشان ياكل لحتى يروح على المحرز تبعه. ماشي، تيسري اختي تيسري. ساوي لك شي اخي؟ لا اختي لا تساوي لي شي، هلا بس تجي امي بشوف شو بدي. ماشي. منين بدي جيبها؟ لك والله جعبالي اتجوز وجيب ولد، والله والله الله بيفرجها من عنده. لا تكسر خاطري يا رب. صبي شوف حالي فيه قدام الخلائق يا رب. اخده وجيبه معي بالحارة ويقول لي يا يابي. كبره ونزله معي على الشغل ويحمل اسمي واسم جده ابو جبري يا رب. خالتك أم سعدو. الله يساعدها لأمي وتجيب لنا أخي جواب بالسلامة. تعالي عندي حبيبتي، تعالي واهدي شوي. إن شاء الله بكرة أمك بتقوم بالسلامة وبتجيب لكم صبي مثل القمر. آمين يا عم. يا رب يا رب. لا عمتي خيري، رح أجيب بنت؟ لا ماما رح تجيب صبي. راسي وليه؟ خلصنا بقى أنت وياه. هي بدل ما تدعو لمرت عمكم تجيب لكم ابن عم. يا الله، ليش ليش حكمية هيك عم تعمل؟ والله ما بجوز من الله لك. حرام حرام. اسمعني انت ويا مور سيدي. نعم سيدي. انا اخذ اجازة 20 يوم، بهال20 يوم ما بدي اياكم تفارقوني ولا لحظة، مفهوم؟ امرك سيدي. ومن بكرة تجوا لعندي على البيت بتشوفوا اهل بيتي شو بدهم بتخدمون. امرك امرك. مسعود. نعم سيدي. شو صاير بالحارة؟ مثل ما بدك وعلى أحسن سيدي.
نوري. مور سيدي. بكره بتروح لعند جبري اخي، في عنده كم شغله بتحل له اياهم بترجع لعندي فورا. امرك سيدي. صرف التبيه. كرامة سيدي. شو لسه اليوم؟ ما حدا بين. يا لطيف 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 تلطف يا لطيف تلطف يا رب يا لطيف يا خير يا مرال. أهلين أخي، مرتي عم تولد. إن شاء الله ألف مبروك، والله يطعمك اللي ببالك. يا رب صبي يا رب. آمين يا رب. أخي إذا احتجت شيء أنا هونيك برضه ديار. خذ راحتك أخي، بس ادعي لي. إيه الله يطعمك الولد بدك يا عمي. الله يستخدمك. الله يطعمك. سعدو سعدو عمود يا عمود يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي يا مبرام. لا لا افتكريني بسرعة تجيب لي المي السخنة لأن مرتك عم تولع. ما يسخنة. يلا 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 عمرك يا عمري. أهلين يا بنتي يا مطيعة، الله يرضى عليكي. الله يعطيك العافية أخي. الله يعافيك أختي. شو وين أمي؟ إجت بداية أم سعدة وأخذتها عن بيت أبو جبري. لبيت أبو جبري؟ خير إن شاء الله. يا بي أختي خيرية، عم تطلع ورح تولد. خيرية رح تولد؟ يا رب يا رب تقيمها بالسلامة وتبعث لها مولود خلقة تامة يسر خاطرها. آمين يا بي آمين. بركي رب العالمين هيك بيكرمها بشي صبي، يسر قلبها وخاطرها ويسر قلبه وخاطره لصهر امرأة. آمين يا رب. المهم يا ابني يا عزام الخلقة التامة. أخوك الشكر إجا؟ إيه يا أبي بغرفته. الله يرضى عليك، اعملي لنا لقمنا. على عيني يا أبي. وأنا رح فوت على غرفتي بعد إذنك يا أبي، ورح أقول لفوزية تساعدك بالأكل. يلا الله معك. إن شاء الله يجيها ولد مشان تفرح زوجها مرات والعقربة حماتها أم جبري. لأنه إذا إجت بنت لا لا بعد الشر. ان شاء الله ولد يا رب. اكيد ولد ان شاء الله يا رب. شبك يا بنتي يا مطيعة، بشو صافني؟ لا ما في شيء يا بي، بس كنت عم فكر انه خيرية اذا قامت بالسلامة شو جابت؟ اللي بيبعته الله يا محلاه، المهم تقوم بالسلامة. ستي صبي ولا بنت كلهم حلوين كلهم غالين، الله لا يحرم الضنا لحدا. ان شاء الله روح شقف نتف، ضروري جيب سيرة الأولاد. هلا أنا شو رأيك تقعدي ساكتة وتسكري تمك والله يقومها لخيرية بسلامة؟ قل يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله. صدق الله العظيم. الله كريم يا بنتي يا فوزية، الله كريم. ريتك عم قص لساني. احترامي سيدنا، احترامي سيدنا. شو جاي تساوي عندي ولا نشاط؟ سيدنا كل طلباتك اوامر، انت امرني وانا نيدك هي لايدك يا سيدي. سالتك شو جاي تساوي هون؟ سيدي عزت افندي رفيقي رئيس كركون حاره ثانيه، رفعوه وانا ما رفعهم. لا 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 لك نشاط، شرف ارتاح شرف. معقول ما رفعوه؟ لا والله يا سيدي. لك مع اني انا حاكي مع السرايا وقايل لهم ما يرفعوه. لا وفزع حيلك ولا ليش سيدنا ليش؟ مع اني عم بخدمكم ليل نهار يا سيدي. لأنك صاير مقصير وما لك تحت جناح العيلة. وحياتك عندي يا سيدي، وحياتك مالي مقصير وعم بخدمكم. لا مقصير وما تسمع الكلمة. توبة يا سيدي توبة، آخر مرة ما عاد عيدها. أنا من إيدك هي لإيدك هي، جربني سيدي. شرف ارتاح إن شاء الله. الله يخلي لنا إياك. جيب له شيء يشرب. حبس بارد. Oh.
زياد شبكي خير بشو صافني؟ ما في شيء ابن عمي، بس كنت عم فكر بخيرية. خيرية؟ لك روحي يا خيرية، الله يقومك بالسلامة ويطعمك الصبي اللي يسر قلبك وخاطرك، ويسر قلبه وخاطره كمان لصهري مراد، بركي بتحل عن كتافها شوي حماتها أم جبريل. آخ يا ابن عمي آخ، عالم عم تتشرط بدها صبي ولا بنت، وأنا عم بتمنى الله ما يحرمني الخلفة ولو كانوا كلهم بنات، المهم ما يحرمني الضنة. الله كريم، الله كريم يا فوزية، وربك ما في أكرم منه دخيل اسمه، وأكيد ربك ما لح ينسانه. والله كمان مشانك يا ابن عمي، بدي إياك تفرح مثل كل الرجال. وخايفة؟ خايفة يجيب لك ضرة مو؟ لا تخافي لا تخافي، هذا اللي الله قسم لي إياه وأنا رضيان فيه، وربك لما بده يعطي ما في مين يمنعه. انت خدي الدواء اللي اعطتك اياه دايق مساعده وان شاء الله بصير خير. عم باخده ابن عمي، والله عم باخده. خلص خلص خلص، روحي ساعدي اختي مطيعه بالمطبخ، روحي. امرك. يا رب يا رب تجبر بخاطرها وخاطري مثل ما عم تجبر بخاطر هالنسوان والرجال. الله يقيمك بالسلامه يا خيري. على سلامتها يا أم جبري، جابت بنت مثل القمر. يا ألف مبروك يا بنتي، ألف مبروك، الحمد لله على سلامتك. المهم الخلقة الثانية. جبتي لنا بنت يا خيرية، بنت بنت يا أم البنات. رح روح بشر ابني يلي ناطف قلبه على صبي ولي على طولي. يا لطيف يا لطيف. بشري يا مور، صبي مرتك جابت بنت تفح على هالخلفة. شلون يا مور؟ يعني صار عندك ثلاث بنات؟ عم تمزح يا مور؟ هاي الصرخة اللي سمعتها صرخة صبي مو صرخة بنت. جابت بنت، لك قلت لك من الأول مرتك خلفتك إلا بنات، ما كنت تصدقني. سامحك أخي، ولك شو ذنب المخلوقة؟ هي شغلة من رب العالمين. الله لا يسامحك يا مراد، الله لا يسامحك. لك شو ذنب خيرية يا أم سعد؟ وشو ذنب؟ الله ما بعرف. قومي يا عمو، قومي خليك تروحي معها، هي اسمة رب العالمين. قومي يا عمو، مو قدرانة ما بدي روح. ما سمعتي لمراد؟ ما سمعتي طلعك؟ شو احسن تطلع يعني؟ قومي يا عمو، قومي. استولي بالك، استولي بالك، خليني روح جبت الملاية. قومي الله يوفقك يا مراد. يا ابن شفتي لك شو الذنب المسكينة؟ ولا هي ام ولا عقربة اجا جت بقلبه عواض ما تهديه؟ يا ام سعد عم بوت مجوعة.
ما بيسمع لك الزعل، انت نفسها. بس يا عمتو بس، لا تزعلوا حبيباتي. الله عالظالم، حدا بيحلف على مرته وهي بهيك حالة. الله حكوا بوسيتكم حكوا. يا ماما ومين بدها يحاكي؟ مين إلا كلمة عليه؟ لكن المشكلة إنه حلف يمين ما عاد فيها يتراجع. يا ربي إيش هو الصبي وشو بنت هو الثاني؟ المهم الخلقة التامة. تسندي تسندي على أمسادة تسندي. يا مو الصغيرة يا مو إيه؟ خلص لك يا مو ماي فكري أنا حجيبها. يا قربي شوي لقدام. قول الله هو استدعي يا على مهلك يا مو على مهلك. سمي بالله سمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. موجوعة يا مو موجوعة. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. على مهلك على الدرج. ديري بالك يا مو. اشتكي علي اشتكي علي يا ضنان. على مهلك. علي تعالي. شايله هون يا أبي. أوف بنتي بنتي يا مو. طولي بالك يا مرت عمي مرت عمي بوس ايدك خليني اخطر معي اختي الله يوفقك خليني اخطر معي ما حذرتي البنات ما بيطلعوا من هذا البيت بكفي حتاخدي البنت الثالثة يلي جبتيها تهني فيها يا أبو الله بموت منها امشي يا أبو امشي الله ظالم حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله دربي سد ما يرد كريمة خدي البنات وفوتين على أوضتهم يلا خليهم يناموا حاضر يعني تعوى كأنه أمي تأخرت ما هيك عزام؟ بلا يا والله يا أبي يمكن أمك تنام بيت صغرك شنو الولادة بدها خدامي أيوة يا أبي أنا بدي أسألك سؤال إيه؟ يعني معقولة يوم اللي بدها تولد مرتي يصير معي هيك أنا؟ لكان يا أبي لكان لأنه المرة اللي عم تولد كأنها قاعدة على كرسي الموت يا لطيف يا لطيف الله يعينهم شغلة الولادة ما لها سهلة منوب يا مو
عمي يا عمي ما حد يقدر يحمي يا عمي يا عمي يا عمي انا رح موت يا عمي البنات بتخسر لي شيء صوتك يا عمي البنات بتخسر لي شيء والله حرام اللي عم بيصير فيني والله حرام طيب يا بي ليش ما بنجيب اختي خيريه لعنا لهون على البيت؟ لشو نجيب يا بي؟ لشو؟ بتجي لعنا لهون على البيت وامي ومرتي بيخدمون لا يا بي لا ما بصير لانه المراه الولاده ما بصير تتحرك من بيتها لبعد كم يوم من ولادتها لانه بتكون شغلتها صعبه صعبه كثير فوق ما تتصور تجعل العواقب سليمة يا رب شو في يا بي؟ والله ما بعرف هلأ بس تروح تضايق مساعده نفهم شو القصة يا لطيف لطيف يا رب شو بالشاشة؟ يا رب بسم الله بسم الله بسم الله يا أمو عزام بعد إذنك ممكن تطلع بدي أكشف على أختك خيرية يلا يا عزام يا أمو أمي ملاي ايه فكي الملاي فكي يو شو القصة؟ ليش خيرية اجت مع مرت عمي؟ لا ومع ام سعده ايه اكيد صاير شي قصة كبيرة كتير ببيت ابو جبري مع زوزها مرات ما بتطلع بهالوقت من بيته بس شو القصة يا ترى؟ لك اوه والله قلبي ناطف عما اعرف احسن شي حط على راسي وفوت لعندهم يلا لك اخي ما عرفت ليش اختك اجت لعنا وما صار لولداني الا شوي والله لك اخي مالي عرفان شو صاير تركت ام سعد وعم تطمن على خيريه عم تشق عليها والله شغله غريبه شي بيحط العقل بالكف اي والله روق يا ابني قد شوي هلا بتروح ام سعد وبنفهم كل شيء تعال نقعد بالديوان تعال لا شف. حول ولا قوه الا بالله شرف يا ابي شرف انا شو عملت شو عملت يعني ضروري احلف يمين والمخلوقه لسعتها يا دوب ولداني ونفاس شو هالغلطة اللي غلطت أنا؟ لك شو زنب المخلوقة؟ شو زنبها؟ شو بدهن يقولوا عني بيت أبو عزام؟ شو بدها تقول عني خيرية ذاتها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دولك يا أخي شباك قاعد وحاطط الحزم بالجرة شو طالع بالإيد اللي؟ ما كان لازم احلف عليها يمين وهي بهالحالة اخي كل هالقد خايف عليها تقبرني لا تخاف على خيري هي مثل القطاط بسبع ارواح ما بيصير لها شيء شوف حالك انت يلي كنت رح تجن لما ندريت انها جابت بنت معه حق امي معه حق يعني اخي مرات شو ناقصه حتى ما يجي صبي يفرح له قلبه ويحمل اسمه ناقصه مره مثل الخلق والناس بس اخ شو بدي احكي لك الله يرحمه لابوك هو السبب قال شو؟ كان بيحبه لأبو عزام لأجل أمانته قام طلب إيد بنته الخانوم لك كانت ساعة باطلة ومحولة يلي رضينا فيها الناس ببيت أبو عزام يا مو أبي ما بجوز عليه غير الرحمة بعدين هو شو عرفه؟ كان عرفه أنه خيرية رح تكون خلفتها بنات